يا يا ويلي، حظي المسخم انا يا ويلي. لك صار لي شهرين مقدم له اجازه لثلاث ايام. ممثل سوري شهير في العناية المشددة بعد خضوعه لعملية جراحية استمرت 14 ساعة، ووسام حنا يطلب الدعاء له. مر بظروف صحية مؤلمة إلى أن وجد واهب أنقذ حياته، ولكنه ما زال في مرحلة الخطر. لمين هاي السيارة ولك؟ لمين يعني؟ للبابا. وشو بشغل أبوك أنت؟ يعني ما بين السيارة شو بشتغل؟ مسؤول فوقاني. مسؤول فوق. كشف الممثل اللبناني وسام حنا عن تواجد الممثل السوري مع نكوسة في العناية المشددة بعد خضوعه لعملية زراعة كبد. ونشر وسام على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام صورة تجمعه بمعن من كواليس تصوير مسلسل التحدي، وعلق بالقول: نحن وعم نصور مسلسل التحدي، أخي وصديقي ورفيق النجاح الممثل السوري مع نكوسة كان عم يمرق بظروف صحية كبيرة ومؤلمة، ما حدا كان معه خبر، بالرغم انه دوره كان بيفرض عليه زرع الضحكة والبسمة، وكنا نتشارك بجلستنا هالأمور وكنت صلي له. لا يقدر يلاقي واهب ويزرع كبد لأنه الموضوع كان شبه مستحيل. اليوم عرفت والحمد لله أنه نجحت عملية زراعة الكبد التي استمرت 14 ساعة، ولكن ما زال تحت المراقبة في العناية المشددة. معا بحاجة لدعواتكم لا يقطع هالمرحلة، وإن شاء الله يا رب يا صديقي ترجع بالسلامة لأهلك وبيتك وجميع أصدقائك. بتعرفوا ما بيهمكم أنا شو بحس؟ أدي عمتي أدي وطولي بالي. يشار إلى أنه اقتصرت مشاركات الممثل السوري مع نكوسة خلال السنوات الأخيرة على بضعة أعمال، إلى أن برز اسمه عام 2020 بمشاركته في مسلسل السر، وشكل مع الممثل وسام حنا ثنائياً ناجحاً. وكان قدم مع نكوسة في الدراما التلفزيونية أكثر من 20 مسلسلاً، نذكر منها خوزخ ورمنا عام 2000، سكر الكنز وحكاية المرايا عام 2001، حديث المرايا وحد الهاوية عام 2002، أحلى المرايا عام 2005، جنون العصر عام 2007، وهي دنيتنا عام 2007. يا بي طبيعي أنت، يعني أول مرة بتفوت واحدة حلوة وعايشة بتقوم تهربها من مقبرة؟ لا تعلي صوتك ولا. هذا وكان شارك مع نكوسة أيضاً في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة بشخصية عزمي، وعن رأيه بالعمل كان قال في مقابلة له مع موقع الفن: أنا لست مع الأجزاء المتعددة، المسلسل أصبح أسطورة، لكن أثناء قراءتي للنص وجدته سخيفاً مثل أفلام الكرتون، ولقد عرض علي وعملت فيه فقط لا أكثر.